تدور حوله الأساطير، ويعتقد أنه الحد الفاصل بين السعير والجنة. يظهر على شكل نصف دائرة، يسكنه الجان الذي يلتهم كل من يعبر الجسر المسمى باسمه جسر الجان. يجذب إليه السياح من كل صوب وحدب بشكله الخلاب وبتصميمه الفريد من نوعه وبالمناظر الطبيعية المحيطة به، ليوقع ضحيته في الفخ. إلا أن هناك حراسة مشددة عليه تمنع السياح من الاقتراب منه. فقط يمكنك التصوير. فما هو لغز جسر الجان الغاضب في ألمانيا؟ يقع جسر الجان في ألمانيا الشرقية، وتحديداً في حديقة كروملاو في ولاية ساكسونيا. وفي السنوات الأخيرة اكتسب هذا الجسر شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما يتميز به من جمال وبناء فريد، وهو عبارة عن جسر مقوس نصف دائري تم بناؤه في عام 1860 باستخدام أنواع متعددة من الحجر المحلي. ولقد زينت أطرافه بأبراج صخرية رفيعة تبدو وكأنها أعمدة بازلت طبيعية. لكن الشيء الأكثر روعة في تصميم الجسر أنه على شكل نصف دائري، ليشكل عند انعكاسه في المياه الصافية دائرة كاملة مثالية. قرر مالك الأرض الذي بني عليه الجسر، والذي يدعى الفارس فريدريش هيرمان، ربط ضفتي النهر بعمل غير عادي وفريد من نوعه، نظراً لكونه الممول الوحيد للحديقة بأكملها، حيث زرع الآلاف من عينات الأزاليات والرودودندرون التي لا تزال تزهر حتى اليوم. فقد بدأ في تصميم جسر بدون حواجز، وهو تصميم معماري يختلف عن التصميمات الموجودة في ألمانيا حينها. وبحسب ما ذكره موقع بيست بلس، استمرت أعمال بناء جسر راكوتز لمدة 10 سنوات، نظراً لخصوصية المشروع وغرابة مركزه، مما أدى إلى انتشار الشائعات الغريبة وأيضاً المعتقدات الشعبية التي أقنعت بتأكيد أن الجسر باب الجان للعالم الآخر، وهو رمز صوفي يحد الحدود بين الجنة والسعير. وقد سمي الجسر باسم الجان لعدة أحداث أسطورية تدور حوله، ومنها أنه سمي هكذا نظراً لتصميمه المذهل الذي لم يكن في حسبان من صممه، رغم أن الخطة من الأساس كانت أن يبنى الجسر ليكون من انعكاسه دائرة كاملة. لكنه من ناحية أخرى جسر خطير للغاية، ففائدته الجمالية أكثر بكثير من فائدته الفعلية، حيث لا يخوض تجربة السير عليه إلا كل مغامر جريء لا يخشى الجان. كما يعد هذا الجسر واحداً من العديد من الجسور في أوروبا التي تحمل اسم الجان، المستوحى من القصص الأسطورية والخيالية. فيعتقد السكان المحليون أن العديد من الجسور القديمة معجزة بنائية من المستحيل تصميمها من دون مساعدة الجان أنفسهم. ومن بين تلك الأساطير أن المهندس فريدريش المكلف ببناء الجسر كان عليه الالتزام بموعد نهائي لإكمال المشروع، لكن الوقت لم يكن كافياً، لذلك تدخل الجان لمساعدته، واشترط عليه أن يقدم الكائن الأول الذي يعبر الجسر هدية له. يقال أن فريدريش وافق على الشرط المخيف، ولكنه استطاع خداع الجان في نهاية الأمر، لأن الكائن الحي الذي عبر الجسر لأول مرة كان ديكاً أو ماعز، وليس إنساناً كما كان يتوقع الجان. كما أن هناك أسطورة ألمانية أخرى تقول أن هذا الجسر تم بناؤه على يد مجرمين ولصوص من الحجر المحلي، وذلك حتى يتمكنوا من اصطياد المزيد من الضحايا. أدرج الجسر على قائمة أكثر الأماكن جمالاً في ألمانيا، وهو يجذب السياح والمصورين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بشكل يومي لمشاهدته والاستمتاع بجمال الحديقة المحيطة به. لكن حتى هذه اللحظة يبقى عبوره محظوراً خوفاً عليه من الانهيار.